أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بحصة جديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة العلوم، أنا شمس بعلمكم هيدي المادة. ومثل ما كلنا بنعرف إنه العلوم كتير مهمة ومفيدة لحياتنا، بتساعدنا إنه نكتشف العالم المحيط فينا، وكمان بتساعدنا إنه نتعرف على جسمنا وعلى حياتنا وكيف ممكن نحافظ على حالنا بشكل سليم ونعيش بطريقة صحية. كل هالأمور نتعلمها بالعلوم إذا مننتبه ومنركز، أكيد منخلي المعلومات دايماً بأذهننا ما مننسيها أبداً. تذكروا أنه تجيبوا دفتركم والقلم كمان مرة وتكتبوا كل الأشياء اللي رح نكتبها سوا على اللوح. وببداية هيدي الحصة خلينا هلأ نتوقف مع تقرير حلو كتير مناسب للموضوع اللي رح نحكيه، منشوفه سوا من بعده منباشر بدرسنا. Cleanliness of the body. As we all know, we need to have a bath every day. We must keep our body clean for good health. A clean body makes us feel fresh, healthy, and prevents diseases. Good habits to keep us healthy. 1. Get up early in the morning. Do not oversleep. 2. After getting up, we should go to the toilet. Always flush the toilet after use. Wash your hands with soap. Splash cool water on your face to remove the dirt from the corners of your eyes. 3. Brush your teeth and rinse your mouth properly. Brush your teeth at least twice a day, once in the morning and once at night. 4. Wash your hair at least once a week. 5. Wash your hands before and after every meal. 6. Use a clean towel to wipe your body and dry your hair. 7. Wear clean and tidy clothes. 8. Cut your nails once a week. Do not bite your nails. Do not put your fingers in your mouth. There is dirt below the nails. 9. Clean your ears daily with a cotton. Do not use any sharp or pointed objects like matchsticks or hairpins. Always have good habits for cleanliness in order to be healthy and fit. مثل ما وعدتكم رح نبدأ هلأ بدرسنا لليوم. اليوم رح نكمل ونحكي عن كيف نحن ننمى ومنكبر بحياتنا بطريقة سليمة وصحية. يعني منقول growing up healthy. Growing up healthy يعني إنه ننمى نكبر. Grow up to grow up يعني نكبر. Healthy بصحة منيحة بطريقة صحية. تعرفوا في شيء كتير 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 بخلينا إنه نصاب بأمراض وما نكون عم ننمى بطريقة صحية، هي الزبالة. الزبالة يعني مثلا إذا أنا بدي مخيط وخطت وخلصت وبس خلص بكبها بالأرض، بيرجع بيجي حدا تاني مثلا بمسح تمه من بعد ما ياكل وإيديه وبكبها كمان على الأرض. أو بيجي مثلا مرة تاني أنا بتوسخ إيدي بمسحها وبكب المحرمة على الأرض. ولما نرمي كتير أوساخ من حولنا رح يجي عليهم حشرات وجراثيم ورح يجي علينا أمراض، لأنه نحن منكون متواجدين بهذا المكان نفسه، وبالتالي ما منكون عم نحافظ على جسدنا بصحة منيحة وجيدة. كرمال هيك حتى لما ناكل، إذا أكلنا مثلاً موزة مرات بشوف أشخاص هيك بكبوها على الأرض، أو إذا أكلنا مثلاً لوح شوكولا، أو إذا أكلنا أي شيء ساندويش وبعدين الورقة تبعيتها منكبها على الأرض، رح تشوفوا إنه توسخت الدنيا من حولنا، وهذا الشيء منه صحي ومنه سليم أبداً.
إذا بدي حافظ على صحتي، إذا أنا بدي أنمى وأكبر بشكل منيح، لازم أنتبه على نظافة المكان اللي أنا موجودة فيه. يعني إذا بشوف ورقة على الأرض، لازم لمها وكبها بسلة المهملات. كل الأوراق اللي أنا هلأ كبيتهم، لازم أخدهم وكبهم بسلة المهملات. أكيد لازم نبه رفقاتي كمان، إذا هن شافوا أوراق وغراض على الأرض، أول شيء ما يكبوا هن وما كب أنا، وإذا شفنا شيء ننظف بيتنا، المدرسة، الشارع، ننظف المكان اللي نحن منكون موجودين فيه، حتى ما تجي علينا الجراثيم والأمراض. متفقين؟ هيدا أمر كتير مهم وضروري ما تنسوه أبداً، لأنه بشكل خطر علينا. وكمان في شيء كتير مهم تاني رح قلكن عنه، هو إنه دايماً 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 لازم نغسل إيدينا. لازم نغسل إيدينا. ليش؟ لأنه الجراثيم، الفيروسز والأشياء البكتيريا اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي، الجراثيم تجي وبتقعد بأماكن على إيدينا. يمكن أنا إجي أمسك الأكل بإيدي وآكل وتفوت هيدا الجراثيم على جسمي، وتاني نهار بصير مريضة وقاعدة بالتخت وما عم فيني نروح على المدرسة. ليه؟ لأنه أنا ما انتبهت على نظافتي، وهيدا الشيء خلاني أمرض. ننتبه إنه لازم نغسل إيدينا من بعد ما نستخدم الحمام. ننتبه إنه لازم نغسل إيدينا من بعد ما ناكل وقبل ما ناكل. ننتبه إنه إذا لعبنا أو دقرنا مسكنا شيء بإيدنا، لازم نغسل دايما إيدينا. وهلأ رح قلكن كيف الطريقة تنغسل إيدينا. أول شيء رح نشوف كيف منبدأ إنه نغسل إيدينا. خلينا نشوف. يجب علي يعني wash my hands. I should wash my hands. لازم إنه أغسل إيدي. Okay. هلأ رح نطلع على الصور. مظبوط. كيف ببدأ بغسل إيدي؟ ببدأ أول شيء بحط عليهم مي. ما هيك؟ مثل ما عم نشوف هيدي أول صورة عندي إياها. بفتح المي وبحط ايدي وبحط عليهم مي. بس مش لازم اغسل بس فقط بمي. ليش؟ لانه المي ما بتشيل الجراثيم. المي اذا كان في شوية غبرة ممكن يروحوا بالمي، اذا كان في شيء مثلا هيك شوية صغيرة بيروح بالمي، بس اذا مثلا انا اكلة وفي زيوت على ايدي، في زيت، ما بيروح بالمي. اذا في اشياء صعبة كمان ما بتروح بالمي لحالة. من بعد ما اغسل ايدي بالمي، انا بحاجة انه حط صابون. لازم استعمل الصابون. ليش؟ لانه الصابونة فيها مواد بتشيل كل الاشياء المش منيحة عن الايد، بتشيل الزيوت، بتشيل كل الاشياء الملزقة على ايدي، واهم شيء انه بتنظف لي ايدي من الجراثيم. يعني من بعد ما غسل ايدي بالصابون رح يصيروا ايدي فعلا نضاف. اذا بس بغسل بالمي ما رح فيني اتاكد انه نطفوا، لانه المي ما بتشيل الجراثيم لحالها. متفقين على هالشيء؟ وخليني اقول لكم انه من بعد ما احط صابون لازم ارجع احط مي على ايدي لحتى ما يضل الصابون. من بعد ما احط مي بنشف ايدي بالمنشفه. هيدا هي الخطوات حتى اغسل ايدي. اول شيء بحط مي، بعدين بحط صابون مع المي،
بعدين بشيل الصابون وبنشف ايدي. بس انتبهوا منيح، انا وعم بغسل ايدي مش بس بعمل هيك وخلص من هون، لازم كمان اغسل ايدي من تاني جهة. يعني شوفوا هون بين اصابيعي، هون معقول كتير يعلقوا الجراثيم لانه هن بيعلقوا باماكن هيك صغيرة. يعني انا لما احط صابون على ايدي اذا عملت هيك بدي ارجع اعمل هيك، وبدي ارجع كمان بالصابون اعمل على تاني ايد هيك تنظفهم من الجهتين. بدي ارجع امرغ الصابون على كل ايدي وبعدين بحط المي. اتفقنا؟ يعني مش بس من هيدي الجهة، رح كرر ببرم ايدي هيك وبحط كفي على ايدي وبعمل بهيدا الشكل بين اصابيعي بالصابون، ونفس الشي بتاني ايد بعمل بذات الطريقة بالصابون حتى اتأكد انه ايدي نطفت على الاخر. وبعدين مثل ما قلنا بحط مي، بشيل الصابون وبنشف ايدي. ما تنسوا الخطوات، لازم خلي ايدي دايما نضاف. ما تنسوا بحط مي، بحط صابون، بغسل من الصابون وبنشف ايدي، وما تنسوا الطريقة. ذكروها دايما، وهلأ كمان خليكن مركزين للفقرة اللي جاية. نكمل سوا حصتنا بفقرة جديدة. بهذا الفقرة كمان رح نتعلم كيف منحافظ على صحتنا وصحة جسدنا، لأنه مثل ما منعرف لازم نضل منطفين حالنا كتير كتير منيح. في إشياء معينة لازم نعملها حتى نحافظ على نظافتنا، لأنه النظافة بتحمينا من كتير أمراض. أول شيء بدي أنه نكون منتبهين دايماً على نظافة ايدينا مثل ما حكينا قبل شوي، وما ننسى انه نغسلهم بالمي والصابون دايما قبل الاكل، بعد الاكل، من بعد ما نروح على الحمام نستخدم الحمام، من بعد ما نلعب بالتراب، من بعد ما نكتب، من بعد ما نمسك المصاري، لانه المصاري كمان بيكون في كتير ناس مسكوها قبلنا وما بنعرف اذا هن غسلوا ايديهم ولا لا، فممكن انه ينقلوا لنا هيدي الجراثيم. فلازم دائما 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 نغسل ايدينا بالمي والصابون. كمان مش بس هيك، لازم نكون عم نغسل شعرنا. اكيد بنغسل جسمنا نستحم، بس ضروري انه نكون عم نغسل شعرنا كمان بالمي والصابون. ليش؟ لانه شعرنا بيجي عليه غبره، بيجي عليه أشياء من الطبيعة، يمكن من الغبرة من الشجر أو من الطريق، أو حتى جلدة راسنا تفرز مواد بتخلي شعرنا أنه يتوسخ. وإذا توسخ شعرنا رح يصير يجيب لنا أمراض على جلدة راسنا وعلينا كمان، ومرات بيجيب حشرات كمان صغيرة نحن ما بدنا إياهم يجوا لأنه ممكن يأذونا، وأصلاً ما منحب نعيش إذا ما كنا نضاف. يعني لازم نكون عايشين بنظافة مش بأماكن وسخة أو بأماكن منا منيحة. كرمال هيك ضروري ضروري أنه نغسل شعرنا باستمرار. يعني إذا ما بدنا كل يوم مثلاً، يعني يوم منغسل شعرنا وتاني يوم إذا كان بعده نظيف أوكي، إذا لا لازم نغسله قد ما فينا لحتى يضل نظيف، ننتبه له خاصة إذا كان شعرنا طويل، ونسرحه وننتبه له لأنه ممكن يفوت عليه أوساخ مثل ما قلت لكم. والصابون الشامبو بيخلي شعرنا ينضف إذا كانت الزيوت، يعني جلدة راسنا لما بتفرز زيوت معينة بحاجة لصابون حتى تنضف، ما بتنضف بس بالمي. نفس الشيء نفس الفكرة اللي حكيناها عن الإيدين، كرمال هيك خلينا نغسله بمي وبصابون كمان. وإذا أنتوا عم تتحمموا عملوا مرتين شعركم، يعني غسلوا أول مرة حطوا مي، شيلوا الصابون، رجعوا حطوا صابون مرة تانية، وإذا بدكم مرة تالتة تتأكدوا أنه نظيف مظبوط. كمان شيء لازم نحافظ على نظافته هو دينينا. دينينا كمان بيفرزوا مواد بتخليهم مرات هن، يعني هاي المواد بتحافظ على دينتنا من انه يفوت مثلا
شيء عليهم او يفوت شيء جرثومه او شيء، بس نحن لازم نكون عم ننظفهم من الاوساخ يلي هي زياده يلي هي ما بدنا اياها، مش الافرازات يلي بتنفعنا. بتعرفوا في افرازات بتنفعنا بس في مرات اوساخ لازم نتخلص منها، لازم ننظف تينتنا من بعد ما نتحمم، ننشفها كثير منيح وننظفها لحتى تضل نظيفه. وننتبه نطلب من أهلنا يساعدونا لما بدنا نستعمل هيدي القطنة مع العودة الصغيرة اللي فيها. ليش؟ لأنه هيدي بتأذيلنا دينتنا من جوا. أفضل أنه إذا بدكن ما نستعملها بس نستخدم منشفة صغيرة لحتى ننظف، لحتى ننشف دينتنا من بعد ما نكون نظفناها بالحمام. متفقين؟ كمان شيء كتير مهم لازم ننتبه له هو أنه ننظف منخارنا، أنفنا، لأنه كمان بيكون في هون جوا إفرازات معينة تعمل أوساخ، وهيدي الأوساخ بتخليه يكون مسكر وما منتنفس منيح وما منتنفس مزبوط وما بيكون نظيف. نحن بحاجة نستخدم، أكيد مش بإيدنا، ننتبه نحن بحاجة إنه نستخدم محرمة أو منشفة صغيرة بعدين منغسلها أكيد إذا بدكن لحتى ننظف منخارنا كتير منيح وما نخلي فيه أوساخ. وكمان ضفيرنا، أظافرنا أو النيلز لازم نكون عم ننظفهم ونقصهم دايما لحتى ما يفوت الوسخ لتحتهم ويصيروا هيك شكلهم أسود ويفوت عليهم كمان جراثيم. لازم نهتم بنظافة أظافرنا ونقصهم بشكل مستمر، وننتبه لهم كمان انه ما يكونوا فيهم وسخ. لما نغسل ايدينا كمان ننتبه انه عم نغسل اظافرنا كتير منيح. فاذا خلينا نكتبهم: wash my hands، اغسل يدي، wash my hair، أغسل شعري، clean my ears، ونظف أذني، clean my nose، ونظف أنفي، cut and clean my nails، يعني بقص وبنظف أظافري. نكررهم آخر مرة: I should wash my hands، I should wash my hair، I should clean my ears، I should clean my nose، I should cut and clean my nails. وهيك منكون حافظنا على نظافة جسمنا. ما تنسوا هالمعلومات المهمة وحضروا حالكن للفقرة اللي جاية. منكمل سوا بفقرة جديدة من حصتنا. عم نحكي عن النظافة، لازم نحافظ على نظافة جسمنا حتى نعيش حياة صحيحة وسليمة. كمان شيء كتير 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 مهم رح نحكي عنه هلأ هو الاستحمام، يعني لما نتحمم، taking a shower. taking a shower، كل يوم لازم نتحمم، نغسل جسمنا وشعرنا مثل ما حكينا، وإيدينا وكل شيء فينا يكون نظيف لعدة أسباب. لأنه جسمنا لما نعرق وبيصير في إفرازات وبيعمل مرات ريحة بشعة بيزعج الآخرين وبيزعجنا، وبعدين مش بس هيك بيجيب كمان أمراض وجراثيم على جسمنا، بيصير في عنا مشاكل وبيبطل فينا نعيش حياتنا الطبيعية. خلينا نشوف شو بنحتاج حتى نستحم. أول شيء مثل ما حكينا قبل إنه المي لحالها مش رح تنظف
جسمنا وشعرنا مزبوط. نحن بحاجة لشامبو، يعني لصابون خاص بالشعر منقدر نغسل فيه شعرنا ونتأكد انه هو رح ينظف كل الافرازات يلي فرزتها يمكن جلدة راسنا او كل الغباير يلي تعرضنا لقلن بخلال النهار، نتأكد انه رح يكون عم ينظف لانه عم نستخدم الشامبو. وعاد غسل شعركم بس بمي، لازم نحط شامبو كمان جسمنا تحت ننظفه منيح. مثل ما حكينا الصابونة فيها مواد بتنظف جسمنا كتير منيح، ولازم نستعمل الصابون مش بس منغسله بمي. اكيد نحن بحاجة للمي تحت نتحمم، بحاجة للمي وبحاجة لمكان نتحمم فيه نكون عم نقدر انه ننظف كل اقسام جسمنا، وكمان بحاجة نحن لمنشفة حتى ننشف حالنا من بعد ما نستحم. لكن نحن عايزين شامبو لشعرنا، صابونة لجسمنا، مي لشعرنا وجسمنا، ومنشفة كمان فينا نجيب واحدة لشعرنا واحدة لجسمنا حتى نحافظ على نظافتنا دايما، لأنه النظافة هي اللي بتخلينا نعيش وننمى بشكل صحيح وسليم. متفقين؟ هيدي المعلومات لازم نطبقها مش بس نعرفها براسنا. يعني أنا إذا بعرف إنه الشامبو كتير مهم بس أنا ما بتحمم ما بستعمل شامبو، ما رح استفيد شيء، رح تجي الأوساخ علي ورح تبقى علي ورح تطلع ريحة بشعة ورح ينزعجوا من الناس ورح تجي الأمراض ورح كون بمشكلة. بس إذا بستخدم هالاشياء وفعلا بطبقها مش بس بتكون براسي، بعيشها وبشجع اخواتي ورفقاتي وكل عائلتنا انه نحن ننتبه على النظافة، رح نكون عم نخفف من انه يجينا جراثيم وامراض ونعيش بمشاكل صحية. ما تنسوا هالاشياء كتير مهمة لقلنا، وما تنسوا انه بدنا ننمى ونكبر بشكل صحيح وسليم. حصتنا لليوم قربت انه تنتهي، انا رح ودعكن بس قبل رح اترككن مع الروبورتاج حتى تشوفوه، من بعده بتكون خلصت الحصة، برجع بلتقي فيكن بحصة جديدة. الى اللقاء. Cleanliness of the body. As we all know, we need to have a bath every day. We must keep our body clean for good health. A clean body makes us feel fresh, healthy, and prevents diseases. Good habits to keep us healthy. 1. Get up early in the morning. Do not oversleep. 2. After getting up, we should go to the toilet. Always flush the toilet after use. Wash your hands with soap. Splash cool water on your face to remove the dirt from the corners of your eyes. 3. Brush your teeth and rinse your mouth properly. Brush your teeth at least twice a day, once in the morning and once at night. 4. Wash your hair at least once a week. 5. Wash your hands before and after every meal. 6. Use a clean towel to wipe your body and dry your hair. 7. Wear clean and tidy clothes. 8. Cut your nails once a week. Do not bite your nails. Do not put your fingers in your mouth. There is dirt below the nails. 9. Clean your ears daily with a cotton. Do not use any sharp or pointed objects like matchsticks or hairpins. Always have good habits for cleanliness in order to be healthy and fit.